طبعا في دورتها 17 لحقوق المرأة على كافة المستويات. ظننا فيه ليس هو إطلاق الحملات، ولكن الغرض هو نتعبأ جميعا في يعني أن المواطن الحق مرتبط بالقانون 62 من الجنس الآخر، لا يمكن أن نتوقع منه أن يكون مواطنا. إذن هي لحظة مهمة جدا في تاريخ المغرب. بالنسبة لنا هذه الحملة كانت مهمة لأنها واكبت ووصلت إلى أعداد كبيرة من الشباب، وسنعطي هذا الأمر يعني بالأرقام يعني في حينه. أؤكد على أهمية مثل هذه الحملات في بث وعي مجتمعي دائم، ولا نريدها أن تكون حملة مؤقتة، ولكن أردناها كذلك أنها تبث واحد الوعي في صفوف الشباب لمناهضة كل المظاهر المسيئة للمرأة والمسيئة لكرامتها. كان مبني على معطيات دقيقة ومعطيات لا نسيء إلى مشاركة المرأة في المجتمع. بالمناسبة لكي أشكر القطب الاجتماعي ككل الذي انخرط بقوة، مؤسسة الاجتماعي إضافة إلى الوزارة، انخرطوا معنا بكل جدية وكل مسؤولية.